السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد ربعة ديال التقنيات دائما في إطار تحرير الفيديو. هاد التقنيات اللي هي لا سوربريونس اللي كنوجدوها هنا، انوتاسيون، لا سوربريونس، اين سبوت، ليفي دو جيست، اي زوم ان بان. هاد التقنيات هادو يعني مزيانين وعندهم فائدة كبيرة يعني خلال التحرير ديال الفيديو ديالنا، او الى عندنا شي فيديوهات او كنقدموا شروحات تعليمية. اذا التقنيه الاولى هي لا سوربريونس، هي ملي كنبغيو مثلا نديرو واحد يعني ملي كنبغيو مثلا نبينو واحد المعلومه معينه. مثلا انا غادي نبين مثلا هاد لاكوربي هادي، يعني كيف كتكون مثلا درس ديال الشروحات، مثلا درس كدير واحد الشروحات تعليميه وفي واحد اللحظه بغيتي ان واحد الحاجه تبان، يعني تكون تميز على الحوايج الاخرين في لا بريزونطاسيون ديالك، كنديروا هاد لا سوربريونس وهي كتبان بحال هكا. دونك كيبقى غادي طاتوس لاف، فوالا، تيكون عليها الصفر، دونك كتجلب الانتباه ديال المتتبع لواحد، يعني لواحد الحاجه. وهاد لا سوربريونس هادي كما قلنا قبيله راه كتبدا بالخضر، الخضر راه هو البدايه ديالها والاحمر هي النهايه. هنا نطولوها مازال واحد شويه، غادي نشدو في الاحمر غادي نطولوها شويه، هنا نحركوها لاننا نمشيو للوسط ونحركوها، يعني نجلسيوها فين ما علينا. فوالا. دونك وهاد لا سوربريونس هادي نقدروا نزيدوها انيماسيون، يعني طريقه الدخول وطريقه الخروج، نقدروا نزيدوها صوت، يعني تدخل يعني مرفوقه بصوت معين، ونقدروا نديروا ليها يعني نبدلوها لو ستيل ديالها، نبدلوه، كنجيو لهنا ستيل دو باز. دونك هاد اللون الاصفر نقدروا نبدلوه لشي لون اخر، يعني اللون من الاختيار ديالكم، اللون اللي عجبكم تقدروا ديروه. فوالا، دونك الاخضر مثلا، فوالا تيتبدل الاخضر، و يعني والحيد المهم نتوما هنا حسب الخدمه اللي بغيتو ديرو، يعني تقدر دير غير مكادر، يعني لو كادر، واحد لو كادر يعني داير على لوبجي اللي بغينا نبينو للمتتبع. فوالا سي بيان. دونك ندوزو التقنيه الاخرى هي سبوت، هي هادي سبوت. سبوت نقدروا نتحكموا في الشكل ديالها، يعني هي راه هي موديفيابل، يعني موديفيابل، نقدروا نبدلو اي حاجه فيها، غادي نبدلو الى بغينا نبدلو. دونك اللون تا هو تيتبدل، قبيله عطانا لون غري، يعني نقدروا نبدلو مثلا بنفسجي، كتولي الشاشه كلها بنفسجيه. كنديو مثلا حنا البلاصه اللي بغيناها تكون يعني تبان للمتتبع. هي كاع التقنيات هادو ديال يعني اثاره الانتباه لشيء ما في العرض او في الفيديو. فوالا كيما شفتوا لا بوزيسيون ديال اي حاجه زدناها هنا راه كتكون هنا. دونك لا بوزيسيون الاولانيه هي لا سوربريونس، الثانيه هي السبوت. نشوفوا كي غادي تبان. فوالا ملي كتوصل يعني البلاصه فين حطينا السبوت راه كيختفى كل شيء، وتتبان غير ديك يعني ديك المنطقه اللي درنا فيها، راه غادي يعني البلاصه اللي درنا فيها سبوت. دونك ندوزو التقنيه الثالثه هي لي جيست، لي في دو جيست. هنا لي في دو جيست مثلا دونك تيدير لينا بحال لا كليكينا على شي بلاصه، دونك نجيبو هاد لي في دو جيست هنا فوق هاد ليكون هادي، وغادي نشوفو كي غتعطينا الا درنا بريفيو. فوالا فوالا شتوا، يعني بحال لي في ديال لو كليك. ومن طبيعه الحال راه كاين مجموعه ديال لي زيفي هنا، المهم تجربوهم نتوما، يعني راه كاين دوبل كليك، كاين مانتونير، كاين بزاف ديال لي زيفي تجربوهم. دونك ندوزو للرابعه هي هاد الزوم ان بان، هادي كتعطينا اذا باش ما يبقاش يتحرك لينا هاد لا فوتو هادي، نجيو لهنا نسدوها من القفل كما قلت قبيله. دونك كنجيو لهاد البان هادي، كنديوها البلاصه اللي بغينا، مثلا بغينا على هاد لو دوسي هذا. شنو تيوقع؟ نديرو بلاي باش نشوفو لي في ديالها كي داير. دونك كيزومي لينا، فوالا كيزومي على ديك البلاصه اللي درنا فيها البون. فوالا دونك هادو هما التقنيات، يعني اربعه تقنيات اللي مهمين اننا يعني نخدمو بهم اللي كنديرو شي عرض تقديمي اولا شي شروحات او تصوير في الشاشه.